واسعد بكم مشاهدينا الافاضل الكريم، نحييكم عبر القناه الرياضيه المغربيه لمتابعه المباراه المهمه التي تنتظر المنتخب الوطني المغربي على ارضيه مجمع رياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط، حيث يستقبل المنتخب الغيني المنتخب الوطني المغربي براس مؤشر الجوله الثانيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم قطر 2022. اطلال على الترتيب قبل انطلاق الواجهه المنتخب الوطني المغربي في المركز الاول برصيد 9 نقاط من اصل 3 مباريات 3 انتصارات. بالنسبه للنخبه الوطنيه التي ستطمح اليوم لتحقيق انتصار سيعني تاهل رسمي، نقول تاهل رسمي للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم قطر 2022. اذا ننتظر انطلاقه هذه المباراه امام منتخب غينيا صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما اذكر انه منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد صحيح. اليوم ما يهم النتيجه بالنسبه للمتابعه في المتابعه من جانب على الطرف الاسفل بشكل تمرير طولي اماميه لفائده النخبه الوطنيه. بعد التمرير السليم ملاح ليفربول الهجيزي تتحول الكره المغربيه، محاوله التمرير من عناصر المنتخب، لاحظوا هنا الاستلام الكره بسرعه ثم بدرايعه وحضور وكاريزما وشخصيه من ترسيليس، ربما حتى تكون فرصه مناسبه بالنسبه لفايد تتعاون الطرف الايسر. هنا تقدم كان من جانب اشرف شبيله، تقدم فرصة فوتي في بالنسبة لأيوب الكعبي، كرة مبيعة بشوت عبر من البحث عن التمرير، فكر لاعب الغير من اليوم العمرات رقم 50 رفقة المنتخب الوطني، تتحول عبر الطرف الأيمن المنتخب الغيني في بحث من أجل وصول لشبكة الحارس. بالنسبة للاعب سفيان مرابط يعني ثلاث أيوب عبر الأشياء اليمنى عملية تحضير لأشرف حكيمي، حكيمي على مستوى بعض الحركات الاستفزازية من جانب عناصر المغربي قد تتح له بعض المساحات. جول 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 للمنتخب الغيني، يفعل مامادو كانيا المحترف الدوري الاذربيجاني، سدد على غفله من خط دفاع وحارس مرمى المنتخب الوطني المغربي ليمنح بذلك هدف التعادل للمنتخب الغيني. متابعونا اللقطة، تدخل كان من الصراعات الثنائية السليمة ملاح، هنا تمنح الفرصة للمنتخب، إذا أصبح ربما مشكل للمنتخب الوطني. الجدار الدفاعي للمنتخب الوطني المغربي تلعب تسديدة بداية هذه المباراة، تحضير الكرة بطريقة جميلة مشات لأشرف سيلا، التقدم من الطرف الأيسر سيلا عرضية من سيلا، نتدر تنفيذ الخطا وطرف الايمن الراسيه، فرصه مغربيه، جول جول
جول جول جول جول جول جول جول. الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي من كرة ثابتة سليمة ملاح. تيرا الإيطالي كرة عبر الطرف الأيسر ملعوبة عبر الجهة اليمنى شومي بشير بأشرف حكيمي تلعب من عمران لوسا المعتنى راسية متابعة وثالثا من الطرف الأيسر يخلي الفرصة يخلي الفرص الطرف الأيسر غينيا البحث من أجل استغلال هذا البناء توغل عبر وسط الطرف حداري 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 براير ماي راير رايح الدرجه اليسرى محاوله العرضيه فر الاشياء اليسرى غيريه الاعتماد على التمريرات ونقلات حكيمي حكيمي فرصه الثالث لحكيمي تقنيه للمنتخب الوطني عبر القيمه الراسيه المغربيه فرصه 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 ايوب الكعبي محاوله التقدم يساريه اكويبو كره للمنتخب الغيني فرصه حذاري استعدادا للمنتخب الوطني المغربي لاحظوا هنا عبر الطرف الايمن فرصه التحضير وحاول التسديد الكبير عليه المنتخب الوطني جول 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 ثالث للمنتخب الوطني سليم ملاح فرصة الرابع فرصة الرابع أيوب الكعبي أيوب 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 السلام عليكم بعجالة. هذا المشهد سيجعلكم تغيرون رأيكم عن هذا المسلسل. Oh.